يا صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم. الحقيقة كان نفسي ابتدي معاكم بجملة نهاوند الشهيرة، جملة صباح النصر، بس يعني لا نهاوند موجودة معانا النهاردة، وللأسف الشديد ولا النصر اتحقق في لقاء الأمس اللي أسفر عن عكننا لكل الأهلوية في كل مكان حول العالم. طبعا أكيد هنتكلم وبالتفصيل عن لقاء الأمس وليه حصل اللي حصل، طب وإيه اللي هيحصل بعد كده، لازم يحصل إيه، كل ده إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم في من خلال سياق حلقتنا النهارده. طبعا ولا سيما الفقره الحواريه الاولى، بالمناسبه هينورنا من خلالها كابتن رمضان السيد نجم النادي الاهلي السابق، واللي هنفتح معاه ملف مباراه الامس وملف ما هو قادم ان شاء الله في مشوار النادي الاهلي سواء محليا او حتى على الصعيد القاري والعالمي. هنشوف الدنيا هتاخدنا لفين، لان الفتره دي الحقيقه في كلام كتير قوي لازم يتقال بعيدا عن المبررات، لان احنا من ناحيه ان في مبررات طبيعي، في مبررات، لكن بعيدا عنها في كلام كتير هيتقال. دي عموما هتكون فقرتنا الحواريه الاولى، وتاني فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وهتكلمنا عن موضوع في منتهى الاهميه خصوصا في هذه التوقيتات، فكره تقويه المناعه، ودي حاجه تهمنا كلنا اكيد نظرا طبعا حضراتكم مش محتاجين بقى نتكلم عن انتشار فيروس كورونا بمتحوراته وبمستجداته الى اخره. لكن عايزين قبل ما نتكلم عن تفاصيل ماتش سان داونز نبتدي اولا بالاجواء اللي حضرها لعيبة النادي الأهلي امبارح، أجواء ما قبل المباراة، الحقيقة أجواء وتصرفات أقل وصف ليها إن هي غير مقبولة بأي حال من الأحوال، والحقيقة حاجة عجيبة جدا. ليه؟ لأن طول عمر التعامل ما بين الفرقتين دول عادة ما بيكون بمنتهى الرقي ومنتهى الاحترام ومنتهى الأخلاق الرياضية، لكن ما نقدرش نقول إن الكل يعني أساء، ولكن أكيد لابد من محاسبة بعض الجماهير اللي تسببت في تعطيل الحافلة أو الأتوبيس الخاص بلعيبة النادي الأهلي، لدرجة أن الأمن نفسه ما عرفش يسيطر على هذا الموقف وعلى هذا الكم من الشغب، واضطر سواء الحافلة أن هو يلجأ لطريق آخر بديل عشان يقدر يهرب من التكدس الجماهيري. طبعا ده يعني أدى أن اللعيبة توصل الملعب متأخرة، ده أدى أن في أجواء من التوتر والقلق صاحبت كل اللي كان موجودين في الأتوبيس، تصرفات وأجواء غير مقبولة وغير مبررة الحقيقة، ما كانش ليها أي لازمة بأي حال من الأحوال. في الأول وفي الآخر دي مباراة كرة قدم، يعني المنطق يقول أن المنافسة ما تطلعش بره أرضية الملعب، لكن هنقول ايه؟ على كل الاحوال النادي الاهلي طبعا كان ليه رد فعل سريع الحقيقه من خلال الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه، وكمان كابتن حسام غالي عضو المجلس، وكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، قدموا شكوى رسميه لمراقب المباراه لاثبات تعطيل حافله الفريق وبالتالي منع وصولها لملعب المباراه في الوقت المحدد لها. طبعا احداث مؤسفه جدا، يعني ما نتمناش ان احنا نشوفها بعد كده. طبعا يعني اكيد ليها تاثير سلبي كبير على اللعيبه، لكن زي ما قلت لكم من شويه ده ما يبررش الهزيمه من سان داونز، لاننا بالفعل كان عندنا اخطاء فنيه. بالفعل امبارح كان عندنا كتير من الملاحظات، كتير من التحفظات اللي هنحاول على قد ما ربنا يقدرنا ان احنا نفصصها كده ونفندها مع حضراتكم من خلال حلقتنا النهارده، وخصوصا تاني في الفقره الحواريه. بس خلينا نستعرض نشوف الموقف حاليا عامل ازاي، موقف النادي الاهلي حاليا في مجموعته. بعد اللي حصل امبارح كده بيكون سان داونز هو المتصدر للمجموعه برصيد 10 نقاط، وبطبيعه الحال ضمن التاهل لدور الثمانيه، يليه الاهلي والهلال والمريخ، الثلاثه متساويين مع بعض برصيد 4 نقاط لكل منهم، يعني المنافسه مشتعله على اشدها على المركز الثاني اللي هيأهل لدور الثمانيه طبعا مع سان داونز، بدون النظر بقى لاي نتائج اخرى. الاهلي ما قداموش غير ان هو يكسب الماتشين اللي جايين، الماتشات اللي جايه مع المريخ والهلال لضمان التاهل، اي كلام تاني او اي حسابات تانيه لا وقتها ولا عايزينها. زي ما بنقول دايما الاهلي علمنا ان احنا نواجه نفسنا باخطائنا ونشتغل على معالجتها عشان نضمن الاستمراريه، ودي تفصيله من ضمن مجموعه كبيره من التفاصيل اللي بتشكل في نهايه الامر شخصيه البطل. لا يصدر مبررات، ولكن بنعمل اللي علينا، والكوره في ملعبنا بتكون في اغلب الاحيان، ودائما وابدا جماهير النادي الاهلي ورا فريق النادي الاهلي وعندها ثقه ملهاش اول ولا اخر في لعيبه النادي الاهلي وفي جهازه الفني وفي المدرب، يعني ان شاء الله متاكدين ان احنا هنتاهل باذن الله عشان نكمل في مشوار الحفاظ على اللقب القاري اللي اصبح هو الاخر محبب لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. بيتسو موسيماني امبارح بعد انتهاء المباراه وخلال المؤتمر الصحفي قال ان الفريق سوف يعني يغلق صفحه مباراه سان داونز ليركز في كل المباريات المقبله، واشار الى ان غياب تقنيه حكم الفيديو او الفار عن المباريات
يثير الجدل، فهناك العديد من اللقطات خلال هذه المباراة كانت بحاجة إلى الحسم، ولكن الجهاز الفني لن يتوقف كثيرا عند هذه النقطة. دي كانت بالشياكة كده يعني إيه كلمتين هو قالهم في موضوع أو فيما يتعلق بمسألة الفار. تعالوا نشوف هو قال إيه عموما من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. اتفضل. Yeah, we tried, especially in the first half, we started very well. And the opponents, the few ones, not all of us. It's about the rules. We made one big mistake. We slept on the feet. I thought we scored on the handball. And we expect them to score. But it's more as it is, they scored. Yeah, we have to be honest, also they had few chances. Very difficult to say it's right or wrong, because when you're going to get here up, it's always saying dead or not dead. But yeah, okay, we say it is the win. Congratulations. بيقول زي ما قلت في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن هو هيبقى ماتش لقاء صعب جدا، وقد كان الماتش ده ممكن نصنفه كأنه ماتش الدور قبل النهائي أو نهائي البطولة. كان مباراة صعبة. إحنا للأمانة إحنا بدأنا كويس، الشوط الأولاني بدأنا كويس، واستحوذنا أول ربع ساعة كان الكورة كانت معانا أكتر من خصم، ومن كورة واحدة من ضربة ثابتة من كورنر إحنا كنا متوقعين إن إحنا نسجل من كورنر، بس ما كناش متوقعين إنه يدخل فينا من كورنر. من ركنية نمنا بس أحد اللاعبين نام وما مسكش فجابوا جول ومسكوا الماتش. وبس لازم نقول برضه إن ده فرقة كويسة، فرقة بتاعها كويس وعندهم مهارات واحد واحد. بس برضه برجع تاني بتكلم في موضوع الفار، لأن في حاجات كتيرة بيبقى عليها كلام ولو موجود الفار هيحلها. ومرة تانية ببارك لهم هم فريق كويس. طبعا ما خلقناش فرص كتير. بس كانت جات لنا فرصة كان ممكن نتعادل منها. في الآخر في آخر مباراة. لكن للأسف كان هيك كويس وأهدرناه للأسف أهدرنا الفرصة. لكن هنكمل وهنستمر. خلاص. برحب بمستر بيتسون سوماني اقول له النهارده لك النهارده على المباراه والتوفيق في الماتشات اللي جايه. نقطه الفار، الاهلي لحد دلوقتي لعب 6 مباريات في دوري ابطال افريقيا، مباراه الحرس الوطني بدون فار الاهلي ما اتحسبلوش ضربه جزاء، مباراه الاهلي وسان داونز كان الحارس يستوجب ان هو يطرد في المباراه في القاهره ما اطردش لعدم وجود الفار، مباراه الاهلي والمريخ السوداني ضربتين جزاء لمحمد شريف برده اللي لم يتم احتسابهم. لماذا ليه في الاتحاد الافريقي عشان العداله تتحقق بصوره كامله لازم وجود الفار في ادوار المجموعات. تعقيب على الامر ازاي؟ كل بطولات دوري ابطال اوروبا كل المسابقات اللي بتلعب كلها بيتطبق فيها فار، ليه الفار ما بيتطبقش في دوري المجموعات؟ Well, I always say, you know, we have benefited from VAR and also we have our challenges against us because of VAR. ساعات بيخدمنا ساعات بيصرحنا وساعات برضه بقى فيه ضدنا. صعب جدا للحكم الحكام مساعدين وياخدوا القرار الصحيح في اللحظه دي قرار لحظي. احنا نفسنا بنبقى واقفين ساعات على الخط والكوره بنقول عليها تسلل ما بتكونش تسلل او بنقول مش تسلل بتكون تسلل. We should not be talking about that because fortunately we didn't lose in a situation where VAR was supposed to be there. So we lost on a goal that is on بس مفيش مكان نتكلم في ده لان لحسن الحظ ما خسرناش بجول بسبب غلطه فار، يعني جبنا جول مظبوط. But it only shows the difference between Libertadores and Asian Champions League to Africa Champions League. The difference is 20 years. بقول الفرق بين البطولات الجنوبيه وبطولة اسيا وبطولة افريقيا في فرق 20 سنه احنا وراهم 20 سنه. وحقيقي احنا بنتكلف كام في فار؟ هتكلف قد ايه؟ If Egypt does it for every match. المفروض تعرف كل مره هيحصل ايه. But anyway, let's not go to VAR because we lost. خلاص مفيش داعي نتكلم عن الفار عشان احنا خسرنا فما فيش مكان نتكلم عن الفار. But you are 20 years behind. بقول في بطولة افريقيا ده الابطال احنا 20 سنه متاخرين. زي ما يكون اداءات افضل اتحسنت ومستوى اتحسن فين؟ بقينا افضل فين؟ مفيش اختلاف.
لو في تحسن حصل اختلاف حصل وروني فين الاختلاف حصل. ايام 8 سنين اكتب 7 سنين ايام سوبر سوبر سبورتس يونايتد كان بيمرنوا لعبوا ده فرق كبير وانا مش فاكر من كام سنه فات بالسنين طويله قدام اتحاد العاصمه وده فرق كبير. وبعد ذلك مش حاجه اتغيرت وارجع تاني بقول احنا ما خسرناش بسبب موقف بسبب غلطه الفرق. طيب ده كان جانب من تصريحات كابتن بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بعد انتهاء مباراه الامس امام سان داونز. تعالوا بقى نروح لنقطه بعيده شويه عن الكوره وبعيدا حتى عن الرياضه بشكل عام اللي اكيد مش محتاجين نتكلم عن التفوق الاهلاوي فيها من خلال فرقه المختلفه في الرياضات المختلفه بالاعمار المختلفه. بعيدا عن النقطه دي برضو من الحاجات اللي طول عمرها بتميز النادي الاهلي فكره ان هو يعني بيتفاعل مع المجتمع بما يعود بالنفع على المجتمع. دايما النادي الاهلي بيشارك في كتير جدا من الفعاليات ومن الامور ومن الاحداث الفنيه والتثقيفيه والترفيهيه والتوعويه وحاجات كتير جدا بتبقى مفيده للمجتمع. مؤخرا شارك النادي الاهلي في يعني احدى المؤتمرات المعنيه بالتوعيه، الكلام ده حصل في اليوم طبعا للتحدث عن الفعاليات اليوم العالمي لامراض الكلى من خلال فعاليات اليوم الخدمي اللي اقيم بفرع النادي بمدينه نصر. في ختام اليوم التوعوي ده اقيمت مباراه لكره القدم، مباراه خماسيه بين قدامى نجوم النادي الاهلي واعضاء الجمعيه المصريه لامراض وزراعه الكلى. تابعوا معانا. هو انطلاقة اصلا الاهلي مش نادي رياضي بس، لا احنا لينا دور مجتمعي، فعشان كده وزارة الصحة اصلا اختارت النادي الاهلي انها توصل الرسالة باهمية الامراض الكلى وازاي نوعيها. فالنهارده اليوم عباره عن حمله 100 مليون صحه من الساعه 10 لغايه الساعه 4، فيها تطعيم كورونا وتحليل احتلال كلوي وتحليل دم، والساعه 10 ونص ماراثون اهو للتاكيد على دور الرياضه في الوقايه من امراض الكلى. هو طبعا اليوم العالمي لامراض الكلى ده يوم يهم العالم كله، جميع دول العالم بتشارك فيه للتنويه والتنبيه عن خطوره امراض الكلى. احنا اخترنا السنه دي ان احنا نيجي في نادي عريق زي النادي الاهلي القلعه الحمراء بما فيها طبعا من امكانيات عاليه، هنقدر ان احنا نقدم فيها اليوم العالمي بشكل مميز، وده بيتنشر دوليا على النشاطات بتاعتنا. طبعا بنبتدي السيزون الجديد او الدوره الانتخابيه الجديده، ده اول ايفنت للجنه العليا بيتعمل في الدوره الانتخابيه الجديده او اول حاجه للجان عموما. النهارده اليوم العالمي لمرضى الكلى، عندنا يوم كامل في المقر هنا في مدينه نصر، شغالين في عربيات كتير من وزاره الصحه بتعمل خدمات طبيه كتير، عندنا ندوة عن مرضى الكلى والتحاليل وإيه الأعراض اللي بتظهر والناس توعية يعني عن 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 مرض أو الأمراض اللي بتصيب الناس عموما في الكلى. النادي الأهلي حاسس بقيمته الوطنية وقيمته على المستوى الأحداث الاجتماعية على مستوى جمهورية مصر العربية، ويمكن النهاردة احنا بنشوف حدث جميل جدا متمثل في مؤسسات الدولة المصرية عن طريق وزارة الصحة المصرية. مجهود مشكور جدا من لجان النادي الأهلي برئاسة المهندس وليد مبروك. يمكن على مدار الأربع أيام اللي فاتوا كان في اجتماعات تنسيقية بالمتابعة طبعا مع السيد الأستاذ الدكتور سعد شلب المدير التنفيذي. ده اليوم العالمي لمرضى الكلى، المفروض ان النادي الاهلي دايما سباق ان هو دايما في جميع المناسبات الكبيره، اذا كانت احنا مش مرتبطين بس بالرياضه، بالعكس الحمد لله يمكن في النواحي الطبيه واذا كانت امور برضو خارجه حاجات فنيه. يمكن شفنا كابتن الخطيب لسه اول امبارح الحمد لله يمكن كان فيها عضويه خاصه لقمح بخصوص ان هو يبقى مشارك دايما او متواجد دايما في ماتشات النادي الاهلي، دايما النادي الاهلي سباق بهذه الامور، واتمنى ان شاء الله ان العالم كله يسود بالرياضه وتبقى دايما هي الاساس. يعني ده حاجه كويسه جدا، وانا شايف في قافله كامله في بتاع خمس ست عربيات موجودين بيكشفوا على حاجات كثيره جدا، ده حاجه كويسه جدا،
حاجة ميزة طبعا لأعضاء النادي. وموضوع التوعية ده حاجة محترمة جدا، ان احنا تعرف كل حاجة. وفي يعني في حاجات ممكن تطلع مفاجأة بالنسبة لنا دلوقتي، في ناس يعني انا شايف العربيات موجوده، واللي عايز يكشف بيكشف، اللي عايز يطمن على نفسه بيطمن، وفي حاجه للكوفيد كمان، فدي حاجه كويسه جدا. وطبعا النادي الاهلي طول عمره سباق، واحنا كمان حبينا نشارك في اليوم ده. طبعا دي مبادره جميله جدا، وده اللي عطوب من السلام النادي الاهلي. زي ما حضرتك قلت في البدايه ان النادي الاهلي مش رياضه بس ولا كوره بس، بالعكس موجود في كل حاجه والصحه، ودي من الحاجات المهمه جدا النهارده. توعية المرض ربنا يعافي الناس منه جميعا، وحاجة زي الكلى دي حاجة مهمة جدا. بنشارك النهاردة حتى ولو بمباراة ودية واستعراضية، بندعم الناس على قد ما نقدر. بنشكر حتى الأطباء كلهم الموجودين النهاردة، لأن دي حملة كويسة. نتمنى التوعية للناس كلها إن شاء الله بإذن الله، وربنا يجعل كده إن شاء الله مصر بدون أي أمراض إن شاء الله بإذن الله. طيب رجوعا بقى مرة تانية للرياضة، فكالعادة كعادة فرق النادي الأهلي المختلفة، فريق الأهلي للسباحة من ذوي الهمم تربع على عرش بطولة كأس مصر للسباحة لذوي الهمم التابعة للاتحاد الهمم الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، اللي أقيمت طبعا مؤخرا في مدينة الإسكندرية. شارك النادي الأهلي بحوالي 43 سباح وسباحة من أصحاب الهمم في فعاليات هذه البطولة، وتنافسوا مع حوالي 700 سباح وسباحة، هم إجمالي المشاركين في هذه البطولة، وحقق خلالها أبطال النادي الأهلي 30 ميدالية ذهبية و24 ميدالية فضية و15 ميدالية برونزية، بمجموع تراكمي 69 ميدالية، وده يعتبر رقم قياسي جديد بينضم إلى سلسلة النجاحات اللي بيحققها دايما الحقيقة جهاز ذوي القدرات الخاصة وأصحاب الهمم على صعيد البطولات المحلية. كمان تعد منافسات السباحة واحدة من أهم الرياضات اللي دايما بيشارك فيها أبطال النادي الأهلي، واللي دايما بيحققوا من خلالها أرقام قياسية وبيتأهلوا. يعني هو دي البطولة اللي بتؤهل السباحين لبطولة التميز المؤهلة بدورها للانضمام لمنتخب مصر وتمثيل مصر على المستوى الدولي. طبعا كل الشكر والتحية والتقدير لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وكمان الإدارة التنفيذية وإدارة النشاط الرياضي. حاجة محترمة جدا وحاجة مشرفة جدا. تعالوا نتعرف على المزيد من التفاصيل. هاتفيا معنا على التليفون كابتن محمد العجمي، رئيس جهاز ذوي الهمم بالسباحة للنادي الأهلي. صباح الفل يا كابتن، ألف مبروك. صباح النور يا كابتن، والله ده حاجة تشرف قوي فعلا، جدا جدا أولاد تفرح والله جدا الحقيقة. ودايما احنا بنتكلم يعني مش بس على مستوى السباحة، يعني حقيقة على مستوى كل الرياضات اللي بيشاركوا فيها لعيبة النادي الأهلي وأصحاب الهمم بصفة خاصة، إيه سر التميز ده؟ جاي منين؟ يا فندم احنا بدأنا النشاط ده زي ما أنتم عارفين من 2005. تمام. أولادنا دول كلهم كانوا 5 سنين وست سنين، ده شغل من 2005 مع الأولاد دي لغاية ما وصلنا بيهم للدرجات دي، ان هم يحققوا ويعتلوا المناصب العليا والمراكز الاولى في جميع المسابقات. اولاد تفرح فعلا، احنا كنا في القاعده البحريه براس التين، كل الناس بيبصوا لهم وفرحانين بيهم. يعني كمان في حاجه تاني كان لازم الفت نظر لحضرتك، ان النادي الاهلي لاول مره عين لنا دكتور طبيب اسمه احمد عادل في الجهاز، وده كان ليه اثر كويس جدا في البطوله. أكيد. لدرجه ان كان فيه حالات من الحالات من الانديه اخرى حصل لها اغماءات وكده، كان بيروح يسارع وكانوا بيسالوا الدكتور ده منين، فعرفوا ان هو من النادي الاهلي، فدي كانت حاجه مشرفه جدا. طبعا طبعا للنادي الاهلي طبعا، لان طول عمر النادي الاهلي سباق في هذه الحاجات. واحنا طبعا باسم النادي الاهلي شكرنا قائد القاعده وقدمنا له درع النادي الاهلي، وبرده دي كانت لفته كويسه جدا في وسط الانديه من النادي الاهلي. النادي الاهلي في كل مكان بيشرف، واولاده بتشرف النادي الاهلي وبتشرف مصر، تشرف كل حاجه والله. صحيح. بتستعدوا بقى لايه يا كابتن محمد الفتره الجايه ان شاء الله؟ والله الفتره الجايه احنا حاليا بنجهز في بطولة هتبقى في نادي الصيد في 6 أكتوبر تبع السبيشال أولمبيك، واحنا بنجهز فيها
الجيل نعتبر كده الجيل الثاني اللي هم أولادنا اللي في الأكاديميات بنحاول ننتقي منهم العناصر الكويسة اللي هي ممتازة، وهنحاول نشارك بيهم عشان برضو يبقى في مشاركة الجيل تاني يقدر يخش يغطي الجيل الأولان. جميل، يعني كل التحية والتقدير والشكر لحضرتك ولكل اللي بيتعاونوا مع حضرتك. انتوا الحقيقة بتعملوا حاجة في منتهى الأهمية وفي منتهى يعني الإنسانية، ويمكن ده أهم كمان. أنا بشكرك. فرصة بس أديني معلش فرصة بقى أوي. إن أنا أشكر أنتهز هذه الفرصة، أشكر أولادي وأولياء الأمور ومجلس الإدارة طبعا. ومدير النشاط الرياضي والجهاز الفني، الجهاز الفني على مستوى عالي جدا جدا أكيد. جدا، ودي اختيارات النادي. أما بيجي يختار أي حد في الجهاز من المدربين بيختاروا على أعلى مستوى صحيح. يعني وأختارهم ماجستير ودكتوراه، فيعني أنا دي حاجة بتشرفني جدا وبتشرف النادي الأهلي وبتشرف أولاده. وأشكر الدكتور أحمد عادل اللي هو أول مرة شارك معانا في البطولة ويهتم بالأولاد، مش أولاد النادي الأهلي، بجميع أولاد الأندية اللي كانت مشاركة في البطولة. فدي حاجة تحسب للنادي الأهلي طبعا. مش عشان هو النادي، لا هو كده النادي الأهلي نمبر وان في كل شيء، ولازم يبقى نمبر وان في كل شيء. احنا بنهني حضرتك مرة تانية، مليون مبروك يا فندم، ونتمنى لكم يا رب ان شاء الله المزيد من النجاحات والمزيد من التألق والمزيد من تشريفكم لجماهير النادي الاهلي في كل مكان. كان معنا على التليفون كابتن محمد العجمي رئيس جهاز ذوي الهمم بالسباحة بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا لحضرتك. طيب على ذكر بقى الشرف ومشرفنا، تعالوا نروح برضو لواحد من اهم الناس اللي مشرفانا الحقيقه ومصيطنا انجاز التعبير على الصعيد الدولي بكل ما تحمله الكلمه من معنى، نجمنا محمد صلاح اللي بيواصل صناعه التاريخ، سجل الهدف رقم 2000 لفريقه ليفربول في تاريخ مشاركات الفريق بالدوري الانجليزي لكره القدم. احرز محمد صلاح الهدف من ضربه جزاء في الدقيقه 61 من مباراه ليفربول امام برايتون ليقود ليفربول في نهايه المطاف الى الفوز بنتيجه 2-0، وبكده يكون محمد صلاح رفع رصيده الى 20 هدف في صداره قائمه هدافي الدوري الانجليزي لهذا الموسم، واصبح ليفربول هو ثاني فريق يصل لحاجز ال 2000 هدف في تاريخ الدوري الانجليزي بعد مانشستر يونايتد اللي احرز حتى الان 2173 هدف، فيما يمكن لأرسنال أنه يلحق به قريبا حيث أحرز الفريق حتى هذه اللحظة 1997 هدف. فطبعا حاجة محترمة جدا، ومزيد يا رب من النجاحات لمحمد صلاح. وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقس احنا معانا على التليفون دكتور محمود شاهين مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. دكتور محمود صباح الفل على حضرتك وأهلا بيك في 10 الصبح في الأهلي. طبعا كل سكرين على حضرتك وكل مشجعينك. اهلا بيك يا فندم. عايزين حضرتك تطمنا بقى على الاقل بالنسبه للاسبوع ده اللي احنا بنبتديه مع حضرتك النهارده، يا ترى الاجواء هتكون عامله ازاي؟ اي طبعا احنا شفنا الشتاء رجع تاني على كافه المحافظات الجمهوريه، انخفاضات في درجات الحراره بدرجات اقل من المعدلات الطبيعيه من 3 إلى 4 درجات، سجلت القاهره بالامس 16 درجه مئويه عظمى، وفي ساعات الليل المتاخره والساعات الصباح درجه الحراره الصغرى وصلت الى 9 درجات مئويه. هنستمر معانا هذا الطقس البارد خلال فترات النهار والشديد البروده في ساعات الليل المتاخره والساعات الصباح على الاقل لمده 72 ساعه اللقاء الجايين. هتستمر الاجواء في هذه الاوضاع، الطقس يعتبر شتوي خلال هذه الفتره. ما زلنا طبعا نحذر من عدم تخفيف الملابس، مهم جدا احنا ما نخففش ملابسنا دلوقتي خالص. طبعا. تم دحين الاعلان عن انتهاء فصل الشتاء رسميا. بالنسبه طبعا لصفوف الامطار بالفعل محافظات عديده من محافظات شمال البلاد بما فيه المطروح، اسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، مناطق من الدلتا سقط فيها امطار، وصلت الامطار الى استشار الى مدينه دمياط. الامطار خفيفه الى متوسطه ولكنها تعبر بشكل رسمي عن ان احنا ما زلنا في فصل. طيب هل يعني مهما انخفضت درجات الحراره وخصوصا فتره المساء، هل هتوصل لمرحله البرد القارس ولا يعني زي الفترات اللي فاتت علينا بدايات الشتاء، ولا مش للدرجات دي هتكون؟ لا هي مش هتوصل طبعا لانخفاضات درجات الحراره اللي كانت بتوصل في شهر يناير اللي كانت بتوصل على القاهره درجات الحراره الصغرى الى 6 درجات وخمس درجات مئويه. لا طبعا لكن احنا كنا بنلم اوراقنا وبنقول خلاص الشتاء بيودع
بعد ارتفاع درجات الحراره الاسبوع الماضي، وبدانا نلاحظ ان في عديد من المواطنين بداوا يخففوا شويه من نوعيه الملابس. صحيح. وقالوا ان الربيع دخل بدري فخلاص بقى الاجواء بتستقر. طبعا لسه احنا شايفين الاجواء عامله ازاي، منخفضات درجات الحراره، مش عايزين نصاب بنزلات برد طبعا خلال الفتره. طيب اخيرا دكتور محمود، هل في حاجه تحب تقول لنا عليها بخصوص الشبوره؟ هل بتبقى في بتتكون شبوره في الساعات المبكره من النهار ولا مش بالضروره طالما بقى في ارتفاع نسبي في درجات الحراره نهارا؟ هو طبعا معدل تثبيت الامطار اللي موجود على السواحل الشماليه والدلتا بيخلينا نقول مع وجود المنخفضات الجويه والطبقات الجو العليا اللي بتساعد على تكون السحب، ان فرص تكون الشبوره بتكون ضعيفه جدا. لا الحمد لله الرؤيه متحسنه تماما على كافه الطرق في الصباح الباكر، تسمح بحركه السفر على مدار اليوم والتنقلات على الطرق السريعه. ولكن احنا التحذيرات اللي بنقولها دايما هي خلال الفتره دي انخفاض درجات الحراره هو الحاجه اللي لازم نوجهها او ننصحها للساده المواطنين بعدم تخفيف الملابس خلال هذه الفتره. تمام، احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور محمود، بنسعد دايما بالتواصل مع حضرتك، شكرا ليك. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات وبعديها نرجع نكمل كلامنا، اتفضل. يا اهلا بكم مره ثانيه، خلونا نروح بقى على السريع ونتابع ونتعرف على اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي وفرقه المختلفه من خلال زميلتنا سالة حامد، هي موجوده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل عليك يا سالة، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير، وطبعا خليني اصبح على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، يوم جديد وحلقه جديده في بدايه الاسبوع من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده طبعا هكون معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. ويمكن خليني اقول لكم امبارح ان اليوم كان يعني يوم اهلاوي مميز في جميع الالعاب او العاب الصالات في نادي الاهلي، وخلينا نبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره السله رجال اللي قدروا امبارح يعني تحت قياده الكابتن او مستر اوجاست ايبوش المدير الفني الاسباني لفريق النادي الاهلي ان هم يحققوا فوز مهم على نادي الزمالك في مباراه النصف النهائي من بطوله كاس مصر. ويمكن النادي الاهلي يعني حققوا الفوز ده على نادي الزمالك للمره الثالثه على التوالي في المباريات في بطوله كاس مصر. امبارح النتيجه كانت 77-67 بفارق 10 نقاط، النادي الاهلي تاهل لمباراه الفاينل او مباراه الدور النهائي من بطوله كاس مصر، وان شاء الله بكره هتكون المباراه على صالة الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادس من أكتوبر، وهنواجه نادي الاتحاد السكندري بكرة إن شاء الله. يمكن خليني شوية أتكلم على مباراة أمس، ويمكن شاهدنا أو شاهد التألق كبير جدا من جانب جميع لاعبي النادي الأهلي إمبارح، وبالأخص عمرو الجندي وأحمد إسماعيل. يمكن عمرو الجندي كان هو التوب سكورر في مباراة أمس برصيد 20 نقطة سجلهم عمرو الجندي من أصل 77 نقطة، وكمان كان في تألق كبير جدا من أحمد إسماعيل بالذات في الجانب الدفاعي، ومش بس أحمد إسماعيل ولا عمرو الجندي، كل اللعيبة صراحة من الجانب الهجومي ومن الجانب الدفاعي كانوا في تألق كبير جدا في مباراة أمس. النهاردة إن شاء الله يعني بدون راحة لاعيبة النادي الأهلي هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراة بكرة، وهم كمان حاليا في معسكر مغلق في احد الفنادق بالقرب من ملعب المباراه وهو ملعب او صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادس من اكتوبر. ده بالنسبه لرجال السله. كمان سيدات اليد امبارح حققوا فوز مهم على نادي الزمالك بنتيجه 35-17، ودي كانت يعني مباراه من ضمن مباريات في المرحله الثانيه من بطوله الدوري المحترفين لكره اليد في المباراه اللي اقيمت هنا داخل النادي الاهلي على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. والنهارده ان شاء الله لاعبات النادي الاهلي تحت قياده الكابتن يحيى يوسف هيكونوا في راحه سلبيه من التدريبات، وبكره هيعودوا للتدريبات الجماعيه عشان يستعدوا بشكل قوي للمباراه القادمه في بطوله الدوري امام نادي الطيران. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان الماسترز او رجال الطايره تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي امبارح حققوا فوز مهم على نادي طلائع الجيش بثلاث اشواط مقابل لا شيء، ودي كانت الجوله السادسه في المرحله الترتيبيه لبطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، المرحله الترتيبيه للفرق، ان حاليا يعني بيتم ترتيب الفرق على حسب عدد النقاط اللي بيحصلوا عليها من خلال جميع المباريات. النهارده ان شاء الله هتكون اخر مباراه لنادي الاهلي في الجوله الاخيره من بطوله الدوري امام نادي الزمالك في المباراه اللي هتقام ان شاء الله على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. ولكن يعني بالرغم من مباراه النهارده كده النادي الاهلي يعني تاهل او ضمن تاهله للمباراه
المباريات القادمه ان شاء الله، وكمان يعني ضمن ان هو حاليا في المركز الاول من ضمن الترتيب الفرق في بطوله الدوري برصيد 18 نقطه من اصل 6 مباريات حصل عليها النادي الاهلي. يعني في كل مباراه فزنا بثلاث اشواط مقابل لا شيء، وما خسرناش يعني ولا شوط ولا مباراه الحمد لله في بطوله الدوري. فكده النادي الاهلي تاهل للمرحله القادمه برصيد 18 نقطه قبل يعني ما يواجه النهارده نادي الزمالك، وكده المرحله اللي جايه ان شاء الله هتكون مرحله البلاي اوفز 3، انه النادي الاهلي يلعب يعني احد الفرق 3 مرات في بطوله الدوري، وان شاء الله هيلعب نادي هليوبلس الفتره القادمه 3 مباريات، ولازم النادي الاهلي يفوز في مباراتين من اصل 3 مباريات عشان يتاهل للدور اللي بعديه بعد الدور الثمانيه. كمان استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان فتيات الذهب او سيدات الطايره النهارده ان شاء الله هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي داخل مقر النادي الاهلي عشان عندهم مباراه مهمه بكره مع نادي الزمالك، ودي هتكون المباراه الاخيره او الجوله الاخيره في بطوله الدوري الممتاز للكره الطايره. بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى التوفيق لجميع لاعبي النادي الاهلي في جميع الفرق داخل النادي الاهلي. اكيد انا معاكم لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليكم. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه سلا حامد على هذه التغطيه، واستكمالا لحضرات للكلام اللي قالته سلا، يعني جاءنا الان ما يلي برضو المزيد من التفاصيل. بيتسو موسيماني منح اللاعبين راحه من التدريبات اليوم طبعا بعد رحله العوده من جنوب افريقيا عشان يبتدوا ان شاء الله من بكره يستعدوا لمباراه المريخ اللي هتكون يوم الجمعه المقبل باذن الله. دي نقطه. النقطه الثانيه، هيجري كريم فؤاد لاعب الفريق اشعه طبيه خلال الساعات القليله القادمه بعد تعرضه للاصابه بكدمه قويه في العضله الاماميه خلال مشاركته في مباراه سان داونز لتحديد حجم اصابه كريم فؤاد وبالتالي تحديد موقفه من المشاركه في التدريبات المقبله. بالنسبه محمد هاني هيخضع لاختبار طبي قبل المشاركة في تدريبات الفريق، ويأكد الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي أن محمد هاني خاض تدريبات علاج طبيعي مكثفة على مدار الأيام الماضية وسوف يخضع لاختبار طبي بسبب شكواه من ألام في العضلة الضمة. طبعا بنتمنى الشفاء العاجل لكل اللعيبة المصابين. نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي للصحافة الرياضية، وتحديدا هنروح على مقر جريدة اليوم السابع حيث تتواجد زميلتنا العزيزة نورهان طمان اللي هتعرفنا على آخر المانشيتات وأهم الأخبار التي جاءت صباح اليوم في كافة الصحف والمجلات الرياضية المختلفة وكذلك المواقع. صباح الفل عليك يا نورهان، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا زي ما قلت يا كريم من مقر جريدة اليوم السابع، زي ما عودناكم نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. يمكن أول خبر معانا عن رقم قياسي جديد للبرتغالي النجم كريستيانو رونالدو من صحيفة روسيا اليوم. بعد ثلاثيته في شباك توتنهام، رونالدو يتربع على عرش هدافي كرة القدم. أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم طبعا مانشستر سيتي أفضل هدافي كرة القدم في التاريخ في المباريات الرسمية بتسجيله هاتريك في مباراة أمس اللي انتهت بفوز مانشستر يونايتد بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة اللي أقيمت ضمن الجولة 29 من بطولة الدوري الإنجليزي. كريستيانو رونالدو حقق خلال مسيرته 807 هدف ليتجاوز الرقم القياسي اللي هو السابق طبعا 805 هدف واللي كان مسجل باسم النمساوي جوزيف بيكان. وكان رونالدو كسر حاجز ال 800 هدف في أوائل ديسمبر الماضي بثنائيته أمام أرسنال. تاني خبر معنا من جريدة أخبار اليوم، ليفاندوفسكي يحقق رقم قياسي في البوندسليغ. تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره هوفنهايم في مباراة كانت يعني شيقة جدا في الدوري الألماني أمس بهدف لكل فريق، كانت ضمن منافسات الجولة 26 من البطولة. ويمكن طبعا ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ هو اللي عادل يعني النتيجة أمس بهدف لبايرن ميونخ، والهدف ده يعني يمكن طبعا حقق رقم قياسي من خلاله، وأصبح الهدف رقم 17 ليه خارج الديار في البوندسليغ هذا الموسم. اما جريده الشروق فكانت اتكلمت عن ريال مدريد ومبابي نجم فريق طبعا باريس سان جيرمان الحالي. طبعا كيليان مبابي بقاله فتره طويله جدا اخبار كتير حوالين انتقاله الى ريال مدريد وتحقيق حلم حياته منذ الطفوله، لكن الشروق نقلت عن ماركا الاسبانيه قالت انه ريال مدريد كثف مفاوضاته مع اللاعب من اجل التوقيع في صفقه انتقال حر. واوضحت ماركا في تقريرها ان النيه في الفتره الحاليه انه اللاعب يوقع قبل يوم الجمعه المقبل.
المقبل ولن يتم الإعلان قبل نهاية الموسم الحالي. كمان خلينا نقول لكم أنه من المقرر أن يحصل اللاعب صاحب 23 عام على مكافأة توقيع تصل إلى 60 أو 80 مليون يورو، بخلاف طبعا راتبه اللي هيكون في حدود 25 مليون يورو في الموسم الواحد. أما بقى يعني طبعا مبارياتنا طبعا النهاردة معنا، يعني النهاردة حد مليء بالمباريات في الدوريات الأوروبية، واليوم السابع مواجهات قوية في الدوريات الأوروبية. اليوم السابع ذكر في تقريره أنه هتقام إن شاء الله طبعا العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها مواجهة أرسنال ضد ليستر سيتي في بطولة الدوري الإنجليزي، وبرشلونة ضد أوساسونا في الدوري الأسباني. خلينا نفكركم بمواعيد مباريات أهم مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والأسباني. الساعة 4 العديد من المباريات، هيواجه تشيلسي نيوكاسل، وستهام هيواجه أستون فيلا، وليدز يونايتد هيواجه نورتش سيتي، وساوثهامبتون هيواجه واتفورد، وإيفرتون هيواجه ولفرهامبتون. أما أرسنال وليستر سيتي هيبقى الساعة 6:30 مساء. وطبعا في الدوري الأسباني برشلونة هيواجه أوساسونا الساعة 10. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. ده احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر على هذه التغطية الصحفية المميزة زميلتنا العزيزة نورهان طمان، شكرا جزيلا ليكي. طيب احنا بكده نكون انتهينا من الجزء الاول من حلقتنا يا حضرات. هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نستقبل كابتن رمضان السيد اللي اكيد هنفتح معاه ملف مباراة الاهلي وسان داونز، وملف القادم ان شاء الله مع النادي الاهلي هيكون عامل ازاي. فاصل ثم عودة، خليكم معانا. يا اهلا بكم مرة ثانية. تعالوا بقى ايه نتأمل ونتدبر ونتفكر في لقاء الامس اللي جمع ما بين الاهلي وسان داونز، واللي ظهر من خلاله والحقيقه فريق النادي الاهلي يعني هنقول بمستوى اقل بكتير من المتوقع، واقل بكتير من اللي يتناسب مع امكانيات اللعيبه. بين قوسين اكيد اخدم في الاعتبار كتير من التفاصيل اللي ذكرناها قبل كده، واللي اكيد كان ليها برضو اثر غير طيب على اداء اللعيبه، ولكن يعني في كتير جدا من التفاصيل الحقيقه لازم نتوقف عندها عشان نعرف ايه اللي حصل. فبالتالي ده كان مستوانا، وبالتبعية ده كان أدائنا اللي نتج عنه إن إحنا خسرنا رايح جاي من الفريق الجنوب أفريقي سان داونز. إحنا معانا في هذه الفقرة ومنورنا كابتن رمضان السيد، واحد من أهم نجوم النادي الأهلي السابقين. صباح الفل يا كابتن. صباح الفل يا كريم. إزاي حضرتك؟ كله الحمد تمام؟ لله تمام. كان نفسي نقعد في ظروف أحسن من كده، بس يعني هنعمل فوز. هي دي حال كرة القدم من ناحية، ومن ناحية تانية لا اكيد في كلام كتير لازم يتقال. تحب نبتدي من اول فين؟ من اول رؤيتك مبدئيا للقاء الامس. طيب انا الاول بس قبل ما هبدا الحقيقه في التحليل، الحقيقه في تحيه طبعا للكابتن محمود الخطيب، الاسطوره الحقيقه، لتفاعله السريع جدا جدا في مشكله قمح الحاجات اللي هي اللوب الجميله دي. فتحيه للكابتن محمود الخطيب الحقيقه، الحاجات اللي فيها بعد انساني زي دايما حاضر، دايما بيبقى حاضر. الحقيقه المشكله الحقيقه مش من مباراه الامس، يعني احنا يمكن عندنا مشكله في بدايه حتى دوري الابطال. اول مباراه كانت الهلال السوداني الحقيقه في السودان، برضو اتعملت بشكل الحقيقه احنا كنا لو احنا لعبناها بشكل قوي الحقيقه كنا نقدر ان احنا نحقق الفوز سهل طبعا في مباراه السودان. طبعا المباراه الثانيه الحقيقه سان داونز اللي احنا برضك نفس الحكايه، نفس الاداء، الهزيمه اللي احنا اتغلبناها، وبعد كده الحقيقه الفوز بتاع المريخ السوداني الحقيقه، واللي احنا حققنا فيه 3 بونت عشان نوصل للاربعه بونت. لكن مباراه الامس الحقيقه يمكن انا برضك يمكن يا كريم عاوز بس اقول حاجه مهمه جدا. احنا لو اخذنا مباراه الهلال السعودي وبنينا عليها ده احنا نكسر اي تيم كره في مصر، مش ده المفروض، او في افريقيا مش كده والنبي. ما هو ده اللي زود حاله الاحباط طبعاً لكل الاهلاويه بعد ماتش امبارح. طبعا يعني انا بس انا يعني انا جربت كموسيماني ان انا بضغط ضغط متقدم وبعدين تقارب الخطوط، ان احنا بنضغط كل الفرقه كلها في نص ملعب المنافس الهلال السعودي، واحنا يمكن في خلال 14 دقيقه كنا مخلصين المباراه. صحيح. وفريق قوي جدا، مش طبعاً. ما حدش يقول ان فريق الهلال السعودي في مباراه تشيلسي الحقيقه الشوط الثاني كان حاطط فرقه تشيلسي اللي هي بطل دوري الابطال اوروبا في نص ملعبه. احنا الحقيقه ادينا مباراه على مستوى عالي جدا جدا جدا. مظبوط. للاسف الشديد الاداء ده ما تواجدش لغايه دلوقتي، يمكن شويه على فترات في مباراه بيراميدز. ليه؟ ما انا مش عارف ليه ما تواجدش طول الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت انا في رايي ان الاربع مباريات اللي احنا لعبناهم في دوري الابطال
ما احنا ادائنا بعيد خالص. هو على ذكر بيراميدز معلش هروح للنقطه دي ونرجع تاني اللي كنا بنتكلم فيه. هو بالمناسبه هل مباراه بيراميدز اللي اتلعبت في النص اثرت برضو بالسلب على اللعيبه قبل لقاء سان داونز؟ يعني انا بقول دايما ان الاتيام الكبيره او الانديه الكبيره لا ما فيش حاجه, يعني زي ما بنشوف مثلا الانديه في اوروبا ما برضك نفس الحكايه, بيلعبوا كل 3 ايام كل, وفي نفس الوقت بتلاقيهم في كل مباراه هو نفس المعدلات, معدلات البدني موجوده, المعدلات الفنيه موجوده, التكتيك موجود, التنفيذ موجود, حتى لو قل الاداء بس مش قوي, مش بالشكل ده طبعا, مش بالشكل دوت الحقيقه. فانا زي ما بقول لك احنا لو الحقيقه كان في شويه اخطاء طبعا في مباراه طبعا الامس, الحقيقه انا في رايي الاول حته طريقه اللعب, يعني احنا يمكن جربنا في مباراتين ورا بعض المريخ وبيراميدز لعبنا ب 4 2 3 1. انا بس في نقطه مهمه جدا, لو انت مستر موسيماني عاوز تغير طريقه اللعب ما تلعبش قفشه, ما يبقاش فيها قفشه, لان قفشه لما بيروح جناح بيقل مش اقل مثلا من يروح ل 50% من مستواه, مش خلاص يعني ما كانش اكتر كمان طبعا المستوى والفاعليه بالظبط. قفشه وهو موجود رقم 10 بيعمل لك انتاج طبعا, وبيوزع وبيعرف يختار وليه, بيعمل لك الاستحواذ من اللعيبه, من اللعيبه اللي موجودين في مصر بيعرف يعمل لك استحواذ, بيعرف يربط طبعاً ما بين الخطوط, هو نفسه بيعرف يروح يدخل 18 بشكل كويس قوي, بيعرف يسدد. فانت هتغير طريقه اللعب وتلعب ب 3 4 3 او 4 3 3 يبقى قفشه ملوش دور في الطريقه دي, قفشه هيبقى ليه دور في ال 4 2 3 1 ورقم 10, هتلعبه رقم 10. امبارح قفشه يمكن انا يعني انا طبعا زي ما هنتكلم على الحقيقه على سلبيات لازم نشيد اشاده كبيره جدا 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 بمستوى الشناوي امبارح. الشناوي امبارح الحقيقه عملاق, يعني لولا الشناوي احنا كان الوضع بقى اسوء, كان الوضع بقى اسوء بكتير جدا طبعًا, والنتيجه كانت راحت لبعيد كمان مليون في المية. طبعا الحاجة التانية يمكن برضو في حاجة, انت عندك بيرستاو الحقيقة مباراتين ورا بعض صفر, يعني غريب جدا, يعني انت بدأت عملت بداية قوية جدا في المسابقة وأحرزت 4 أهداف والناس كلها تفائلت, ده عمل بداية قوية من أول ما لبس تيشيرت النادي الأهلي في أول ماتش ليه أصلا, احنا قلنا بس اللي جاي ده كله بالظبط هنشوف. لكن للأسف الشديد في مباراتين ورا بعض بيرستاو بعيد خالص, يعني مش موجود في المباراه الحقيقه. احمد عبد القادر انا في رايي يعني لازم يبقى عنصر من العناصر الاساسيه جوه اي طريقه بينفذها الحقيقه او بيطبقها موسيماني, لان احمد عبد القادر من اللعيبه اللي بيعرفوا يصنعوا الفارق. وفي ناس امبارح انتقدت ان هو نزل متاخر طبعا, ان كان المفروض ينزل قبل كده بكتير, ورجوع للنقطه بتاعت بيرستاو برضو ما هو حتى بدنيا كان باين عليه الاجهاد, واضح 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 يعني واضح جدا. بس هو ايه اللي يخلي مهما كان يعني لما تكون حضرتك برضو انت راجل لعيب ولعيب بقى بالمعنى الحرفي للكلمه وليك مستوى ثابت حده الادنى مرتفع جدا حلو, مهما تهزيت مهما كان في يوم مش يومك ما كنتش منور قوي كما هو المعتاد منك, بس برضو الدروب ما بقاش كبير قوي للدرجه دي. ما هي دي كمان اللي بتميز لعيب عن لعيب, يعني انا مهم جدا انا بالنسبه لي كمدير فني ان انا اللعيب بتاعي يبقى لما يجي يعمل لي مثلا 8 من 10 لما يجي ينزل يعمل 5 من 10 ما ينزلش يعمل لي مثلا 1 او 2 دي مشكله كبيره جدا الحقيقه في لعيب الكوره. احنا عشان كده الحقيقه بيبقى في فروق كبيره جدا ما بين لعيب ولاعب. بس حضرتك برضو من الناس اللي شافت ان احمد عبد القادر اتاخر جدا في نزوله طبعا. اتاخر ده هو كمان مش اتاخر, هو المفروض يبدا. انا بقول لك احمد عبد القادر من اللعيبه قليلة اللي موجودة في مصر بيصنع الفارق, أي كرة في رجليه بيعرف يعمل لك منها, لا وجريء وقلبه ميت وعنده مهارات وبيعرف يعدي وبيعرف يعدي وبيعرف يربط مع علي معلول, بيعملوا جبهة قوية جدا جدا زي ما الحقيقة اشتغلوها في مباراة الهلال السعودي وعملوا جبهة يعني من نار. فأعتقد برضك نفس الحكاية الحقيقة. طب حسام حسن وضعه إيه بقى؟ مش آن الأوان بقى إن إحنا نشوفه أكتر من كده؟ حسام حسن لو خد ثقة وخد فترات كبيرة هيبقى ليه تواجد كبير جدا جدا جدا. هو ليه ما خدش الثقة الفترة اللي فاتت؟ ما هو برضك حتة يعني ليه ما تمش الاستعانة بيه كما ينبغي وكما يتوافق مع إمكانياته كلاعب مميز؟ هي مشكلة إن هو برضك الفترة اللي فاتت
اخذ في مباراتين ورا بعض في الدقيقه مثلا 90، وده يعني يمكن نفسيا هو طبعا يعني تاثر عليه نفسيا بشكل كبير جدا. النهارده يبقى كده ما فيش ثقه. لكن انا بقول لك ان حسام حسن الحقيقه من المهاجمين الاقوياء جدا في الدوري المصري، ومع النادي الاهلي يقدر يصنع فارق، لان هو يعني ميسي يمكن النهارده، لكن امبارح في الكره اللي عملها له علي معلول الكره العرضيه الحقيقه، لكن حسام بقى هي دي بتاعته. يعني الحاجات دي، تعامله مع الكرات العرضيه بضربات الراس الحقيقه هي دي، هو ده المميز فيها بشكل كبير جدا. هل نقدر نقول ان تالق محمد شريف ده اللي معطل شويه ظهور وتالق حسام حسن؟ ما هو انا لازم اشتغل بالاثنين. يعني لازم اشتغل، حتى لو انا بدات مثلا بمحمد شريف، لما اجي ادي لحسام اديله نص ساعه 30 دقيقه وادي له شوط على بعضه، هيبقى الاثنين بيجهزوا معايا. طب. لكن انا وده يسخنوا هما الاثنين بالظبط، وهيرفع مستوى الاثنين بشكل كبير جدا. المنافسه هترفع مستوى الاثنين بشكل كبير جدا. محمد شريف يمكن احنا بنقول الحمد لله الثقه رجعت له في نفسه. طبعاً. لان هو طبعا كان راجع من بطوله العرب وبطوله الافريقيه الحقيقه في الكاميرون، يعني اعتقد نفسيا كان يعني كانت باينه لكل الناس، واضحه يعني. فبنقول الحمد لله ان هو رجع، لكن انا في نفس الوقت لازم استغل القدرات الكبيره جدا جدا لحسام حسن كمهاجم الحقيقه. ويمكن احنا عندنا الحته دي ناقصه، لان محمد شريف عنده حته السرعه وعنده حته المهاره، ان ممكن طبعا. واحد ضد واحد ممكن لكن حته تعامله في الكرات العرضيه يمكن اقل شويه. طيب دلوقتي احنا وضعينا ايه بقى في المجموعه، اخذا في الاعتبار ان احنا ما عندناش يعني رفاهيه ان احنا ما نكسبش الماتشين اللي جايين؟ طيب. هل في مساحه او فرصه ان احنا نشوف اي مفاجآت من النوع اللي مش مستحب؟ لا ان شاء الله باذن الله. طبقا للي فات انا بتكلم بناء على اللي فات، هل ممكن نستمر في العكننه شويه اللي جايين كمان ولا ايه؟ لا احنا بنتمنى من ربنا طبعا ان ده ما يحصلش يعني، لان احنا زي ما قلت لك في البدايه، احنا لغايه دلوقتي في الاربع مباريات اللي احنا لعبناهم، الهلال السوداني مع صن داونز مع المريخ والمباراه امبارح، الحقيقه احنا لغايه دلوقتي في دوري الابطال، لا مش هو ده مستوانا اللي احنا ممكن نحسم فيه بسهوله. كنا ممكن نحسم المركز الاول بسهوله الحقيقه بالقدرات اللي عندنا. احنا عندنا نجوم كبار جدا 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 الحقيقه، نجوم على مستوى القاره يعني يقدروا يصنعوا الفارق مع اي تيم كوره هيلعبوه. لكن احنا خلاص احنا اتحطينا في موقف، واحنا قادرين لما بنزنق او لما في المواقف الصعبه بتبان معدن الحقيقه اللعيب النادي الاهلي. احنا دلوقتي في موقف خلاص مفيش بدايل عندنا غير ان احنا نكسب المريخ ونكسب الهلال عشان نروح لمركز تاني في المجموعه ونعدي الحقيقه، ما فيش اي بدائل. طب يعني بحكم متابعه حضرتك للبطوله بشكل عام بعيدا عننا احنا، رايك ايه في البطوله ورايك ان مين الاقرب للتواجد في المباراه النهائيه؟ يعني مين اللي لفت نظرك واخد عينك؟ صن داونز الحقيقه تيم على مستوى عالي جدا متكامل. جدا بيلعبوا كره اوروبيه يعني الحقيقه. يعني شايف ان صن داونز اكيد هيبقى في النهائي. صن داونز هيكمل وهيكمل بشكل هيبقى في النهائي، لان الكره اللي قدمها في المباريات اللي احنا شفناها كلها، لا كره على مستوى عالي جدا، عندهم ثقه في نفسهم بشكل كويس قوي، في الانتشار بتاعهم بيتعمل بشكل كويس قوي. الكره الجماعيه عندهم الحقيقه كمان، حتى لما بيوصلوا في الثلث الهجومي ما فيش صربعه، لا بيعملوا التمريرات القصيره بشكل كويس، حافظين بعض الحقيقه. من الاتيام الكبيره قوي في اللي لفتت في الانظار الحقيقه في خلال الاربع مباريات اللي فاتوا، ونتعشم نلاقي نفسنا معاك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله احنا، لا بالعكس، ده احنا التيم بتاعنا لو رجع لحالته اقوى من صن داونز. يعني احنا لو بس هو اللي حضرتك بتتكلم عليه ده هو صلب الامر اللي يجن في بعض الاحيان. ان انت عندك شويه لعيبه زي الفل، طبعا زي طبعاً الفل طبعاً، وفي كل المراكز، وعندك طبعاً بدل البديل واحد واثنين على الاقل في نفس المستوى، مش هقول لك احسن من بعض بالظبط. ايه اللي يحصل بقى او ايه اللي بيحصل فبيخلينا نشوف اداء مش منطقي حتى في بعض الاحيان، ناهيك عن ان هو مش مرضي بل ويسد النفس في بعض الاحيان؟ لا طبعا عكننه يعني امبارح كان في عكننه. إيه اللي على ليه ده؟ جمهور النادي الاهلي طبعا احنا عارفين ان مفيش فريق في الدنيا ثابت على مستواه، بس الملفت للنظر في حالتنا ان احنا بنشوف فجوه كبيره بين المستوى العادي التقليدي المعتاد وبين المستوى اللي بيفاجئنا كلنا في بعض الاحيان. يعني ليه بقى الفجوه دي بتحصل؟ يعني يمكن الموسم ده مجلس اداره النادي الاهلي طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب الاسطوره الحقيقه، ولجنه الكوره او لجنه التخطيط، يعني احنا كان عندنا مشكله الموسم اللي فات، عندنا مشكله الموسم اللي فات ان انت ما تقدرش تعمل تدوير،
لان اللعيبه اللي بره على الدكه ما كانش عندك بدائل قويه. الموسم ده انت عندك فرقتين عندك فرقتين يعني ما لناش حجه بقى ما عندناش اي حاجه خالص بالعكس ده يعني انت النهارده في كل مركز في اتنين وفي مراكز فيها ثلاثه لعيبه على مستوى عالي جدا جدا في انديه مثلا تتمنى ان هي تاخد الدكه بتاعتك تلعب اساسي في الفرقه بتاعتها فاعتقد ان احنا الموسم ده لازم نشتغل بالشكل دوت لكن هي في مشكله يعني يمكن ما اعرفش انا حاسس ان البدني في 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 بعض المباريات الحقيقه مش هو ده البدني بتاع موسيماني اللي احنا كنا بنبقى اقوياء جدا كنا بندوس في اي حد الحقيقه برضك دي لازم يبقى ليها حل يعني ليها حل سريع كمان لان احنا يمكن بنقول في اجهاد لكن الاجهاد ده بقى خلاص في الـ في الـ هل في هل يمكن لان مثلا الفتره اللي حضرتك كنت بتلعب فيها يمكن ما كانش الاهلي بيشارك في هذا الكم من البطولات المحليه والاقليميه والقاريه والدوليه يمكن اصل برضه للامانه كلمه حق لازم تتقال ده احنا بقالنا كتير بنهاتي ونقول يا اخوانا ما فيش كده في الدنيا يعني فكره ان تلاحم المباريات ورا بعض يا اما بقى ما حدش بقى يرجع يتكلم على النتائج لو الموضوع بالشكل ده فده الى حد ما الحقيقه ما كانش حاصل لوقتكم ولا ايه؟ لا هو ما كانش موجود بالشكل دوت وبالكثافه دي الحقيقه حتى كم البطولات نفسها ما كانش زي دلوقتي طبعا 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 انت كنت بتلعب مسابقه الدوري ومسابقه كاس مصر وبتلعب في افريقيا بس ما كناش بقى بتشوف عليكم ولا اجهاد بدني لا ولا تشتيت لا ذهني لا ولا الامانه يعني لا 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 الحقيقه بص انا هقول لك حاجه الجيل ده الحقيقه كان جيل فيه كميه مواهب يعني جامده جدا طبعًا جدا طبعًا في تاريخ الكره المصريه وكان وفي تاريخ الكره الافريقيه المنتخب كان في احلى حالاته طبعا وقتها. طبعا الحقيقه يعني تتكلم في كل فرقه كان فيها انت دلوقتي بتدور مثلا على نجمين ثلاثه في كل فرقه لا احنا في الوقت بتاعنا ده كل الفرق كلها نجوم بتستمتع اكتر لما بتتفرج على مباريات من الزمن ده اللي حضرتك كنت شخصيا بتشارك فيها طبعًا ولا دلوقتي بتشوف كوره مختلفه عن زمان لا هي الكوره طبعا اتطورت في النواحي البدنيه والتكتيك والسرعه نتج عنها متعه اكبر في المشاهده ولا مش بالضروره لا مش بالضروره لان احنا برضك هقول لك حاجه كريم الحقيقه احنا كان في نجوم واحنا بنلعب انا كنت بستمتع بمحمود الخطيب في التمرين في التمرين في التدريب ما بالك في الماتش يعني. فما بالك في المباريات لا يعني في كان في نجوم كبار موجوده ومش في النادي الاهلي بس حسن شحاته كل الفرق كل الفرق الحقيقه كان الاسماعيلي ضرب نار والترسانه ضرب نار اسكندري ترسانه والاولمبي اسكندريه والاتحاد فهي هي مشكله الاجيال دي ما برضك احنا خلاص في برضك احنا في 2022 انت عندك النهارده الاستشفى بيرجعك زي ما قبل ما تبدا يعني اي مباراه بتلعبها لما بتعمل استشفاء بترجع كانك ما لعبتش مباراه فبرضك دي برضك مش ما تبقاش مبرر ان احنا نبقى ادائنا بالشكل اللي احنا فيه الحقيقه لا احنا بنمتلك الحقيقه تيم كوره في فرقتين على مستوى عالي جدا 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 المفروض يبقى ادائنا افضل من كده كتير قوي المفروض ان احنا ادائنا في الاربع مباريات على الاقل كنا لازم نكسب مثلا منهم ثلاث مباريات طيب خلينا بعد اذن حضرتك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا انطلاقا من النقطه اللي حضرتك تفضلت بيها فاصل ثم عوده ل 10 الصبح في الاهلي اتفضل. يا اهلا بكم عوده مره ثانيه ل 10 الصبح في الاهلي ورجعنا عشان نكمل دردشتنا وحوارنا مع كابتن رمضان السيد واحد من اهم نجوم النادي الاهلي السابقين واللي هنروح معاه دلوقتي بقى للدوري يعني خلينا نرجع بقى مره ثانيه للدوري وعايزين نعرف رؤية وتقييم حضرتك لمشوار الأهلي حتى هذه اللحظة في المسابقة المحلية والدوري أخذا في الاعتبار كمان أن فترة التوقف الدولية عشان ماتش السنغال هل دي ممكن يبقى لها انعكاسات طيبة ولا لا؟ يعني يمكن الفترة دي احنا أعتقد طبعا احنا في الفترة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي قصة المباريات الحقيقة وتواليها ورا بعض الحقيقة فيها مشكلة ويمكن هتتحل إن شاء الله لكن في خلال فتره الحقيقه التوقف بتاع مباراتين السنغال الحقيقه احنا قادرين بقى ان احنا نرجع تاني لان احنا عملنا السبع مباريات الاولانيين قبل ما يبقى في توقف سبعه فوز باداء يعني الاداء كان قوي جدا 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 المباريات كمان كنا بنكسب بسكور يعني في مباريات كتيره كنا بنكسب بسكور 4-3 فاحنا قادرين يمكن كان في ماتش بس في وسطهم ماتش مباراه فيوتشر اللي هو المباراه الثامنه لكن الحقيقه المستوى اللي احنا بنقدمه في البطوله المحليه غير خالص المستوى اللي احنا الحقيقه قدمناه في بطوله افريقيا دوري الابطال لا احنا يعني حتى يمكن اخر نتيجه الحقيقه مقدمينها في
في البطوله المحليه مباراه بيراميدز. احنا كسبانين بيراميدز بمنتهى السهوله. يعني كنا ممكن كمان السكور يروح لابعد من كده. ورغم مثلا ان هم مثلا بيجي يتكلم يقول لك مثلا انا عملت استحواذ. الاستحواذ السلبي ده ملوش اي علاقه خالص بانك انت تقيم فرقه. يعني فعلا كان بيراميدز في فترات كان هم مثلا الاقل. لا هم الفرقه بتخسر يا فرحتي في الاخر بالاستحواذ. بالظبط. وانا عملت بيه ده على مستوى بقى العالم كله. طب. انا النهارده النتيجه هي اللي بتقيم بقى ادائك. لكن النهارده هتقول لي انا استحوذ يا عم 70% والفرقه الثانيه تستحوذ 30% وتجيب جولين ثلاثه. هو المصطلح اللي استجد في الفتره الاخيره في عالم كره القدم وبقى بيتردد في بعض الاحيان حتى من باب التندر ساعات. يعني جمله ان في مباراه تغلب ولا تلعب او تكسب ولا تلعب. اللي هو بالبلدي مش مهم الاداء. المهم الاداء. المهم بالثلاث نقط او طلعنا بالمكسب. الفكر ده مش ده بينتقص من متعه مشاهده مباراه حلوه في كره القدم؟ انا النهارده لما اجي بتتكلم على النادي الاهلي، النادي الاهلي جمهوره ما بيرضاش انك تكسب بس. بالظبط كده. انت بيرضى ان انت تكسب ويستمتع. وساعات بيتغاضى عن التعادل او الخساره حتى لو شاف اداء مرضي يقول لك لا عملوا اللي عليه. خلاص انا استمتعت. طبعا. لكن ان انا النهارده يبقى في مكسب ومن غير اداء دي مش كوره ومش متعه الحقيقه. فانا بقول لك اهوت احنا فعلا الفتره السبع مباريات الاولين ادينا مباريات على مستوى عالي جدا جدا. الحاجات بقى اللي احنا بنتكلم فيها زي ما قلنا نجيب الهلال السعودي، مباراه الهلال السعودي ونعملها نموذج نشتغل عليه نضيف عليه. ما في ده احنا ممكن لو احنا كنا كملنا وده روحنا لتشيلسي بالاداء ده كنا ممكن نكسب تشيلسي. والله ممكن. كان ممكن فعلا. باداء يعني ولا اروع. صحيح. وهي بقى ده هو ده اللي المفروض موسيماني يكمل عليه. يعني انت بتعمل لما عملت الضغط وعملت تقارب خطوط تلعب في نص ملعب. احنا مباراه امبارح الحقيقه احنا بنلعب في 80 متر. 80 متر. ده اي وتقول لي مثلا ان احنا مجهدين. طب ما هو احنا مجهدين وبتلعب في 80 متر. طب اللعيبه هتكمل ازاي؟ طب. انا في مباراه امبارح كانت لازم تتلعب في نص ملعب. يبقى انت ضاغط وبتلعب في نص ملعب خطوطك تبقى فيها تقارب. سهل جدا ان انت بعد ما بتفقد الكوره تجيبها تاني تضغط تجيبها تاني. لان المسافات والمساحات تبقى قليله جدا عكس ما بتشتغل في 80 متر. دي محتاجه ان انت بقى مش تبقى يعني فت 100%. محتاجه حاجه جامده جدا. فاحنا امبارح برضك يمكن طريقة لعب الحقيقة اللي احنا اشتغلنا بيها او التكتيك اللي احنا اشتغلنا بيه ان احنا مطينا الملعب بشكل كبير جدا جدا جدا. فزودنا كميات الجري اللي ممكن انت تقفل بيها او تبقى بتعمل مثلا في الثلث الهجومي بشكل كويس. اشتغل في الثلث الهجومي بشكل كويس. بعد مش بس مباراة الامس. بعد مباراتي سان داون. تمام. هل نقدر لو افترضنا ان احنا عايزين نحمل حد ما شخص ما مسؤولية اللي احنا شفناه ده. هل نحمله للمدير الفني من زاوية الخطة اللي لعب بيها او الطريقة اللي لعب بيها او التشكيل اللي ابتدى بيه او التغييرات اللي اتأخرت او يعني في نهاية المطاف المدير الفني، ولا تحمله للعيبة، ولا في الحالة دي ما ينفعش تحمل حد؟ هنقول ان دي يعني حاجات قدرية. هل تنطبق مواصفات القدرية على الماتشين دول؟ طبعا الحاجات القدريه دي موجوده في كل حاجه. لكن انا بتكلم دلوقتي انا لما اجي احط تكتيك مثلا مش مناسب لحاله فرقتي زي مباراه الامس الحقيقه. يعني التكتيك اللي لعب بيه موسيماني مش مناسب لحاله فرقته ان هو في مباريات كتيره لعبها وكانوا مستريحين عن كده. كان ممكن يعمل شغل. وحتى لو مستريحين انا النهارده ليه العب في 80 متر؟ يعني 80 متر دي صعبه جدا. وبعدين المساحات اللي بتفضى عندك فرق الكوره زي سان داونز امبارح، فرق الكوره بيعرفوا يمرروا التمريرات القصيره وبعدين التمريرات الطويله والحاجات دي كلها تتعبك وتستغل المساحات اللي عندك دي بشكل كبير جدا. كنا ممكن زي ما قلت لك دلوقتي كريم الحقيقه لو احنا كنا ضايقين مساحات وعاملين الضغط بتاعنا وتقارب خطوط كنا ممكن يبقى شكلنا غير كده خالص. وكنا ممكن كمان يبقى لنا تواجد في الثلث الهجومي. احنا خلي بالك امبارح من المباريات القليله جدا جدا في تاريخ النادي الاهلي احنا عندنا فرصه امبارح. يعني فرصه وحيده في الوقت ده مثلا بتتكلم في 100 دقيقه ولا حاجه بالوقت الضايع ولا حاجه. عندنا فرصه محمد شريف الكره اللي عملها له علي معلول
يعني حسام حسن بس يمكن ما كانش موفق فيها وهو رايح على الكوره قلشت، لكن هي دي الفرصه الوحيده اللي احنا جات لنا في مباراه الامس، لان زي ما قلت لك احنا يعني في مجهدين وما جالناش غير فرصه واحده، مش عشان حجم قوه المنافس قد ما هو حجم تعبنا احنا. بالظبط بالظبط طبعا احنا كنا ممكن، انا بقول لك كنا ممكن ان المباراه تلعب بشكل افضل من كده كتير جدا، واحنا عندنا يمكن بالمقومات اللي تخلينا الاول كان التشكيل اتحط صح الحقيقه، وفي نفس الوقت التكتيك اللي هتلعب بيه وطريقه اللعب اللي هتلعب بيها سهله جدا. احنا بقول لك بنمتلك يا كريم نجوم كتير جدا جدا جدا، ونجوم كتيره قادرين ان هم يصنعوا الفارق، فهو ده اللي احنا عاوزين نشتغل عليه الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب برضو قبل ما نسيب ملف الدوري، هل يعني برضو عايزين نعرف رايك ورؤيتك للعيبه الدوليين بصفه خاصه وادائهم الموسم ده في الدوري عامل ازاي؟ للاسف الشديد احنا اللعيبه الدوليين من بعد الكاميرون ومن بعد بطوله العرب الحقيقه لا، في لعيبه كتير مستواها نزل. يعني مش في النادي الاهلي بس، ده في بشكل عام الزمالك بشكل عام الحقيقه اللعيبه، ولعيبه كانوا مأدين اداء قوي جدا 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 في يعني انا الحقيقه محمد عمنم عاوز اوجه له رساله الحقيقه، انت في الكاميرون اتقيمت ان انت من احسن المدافعين في افريقيا، مش في مصر، في افريقيا. فبالتالي انا شايف معرفش مفيش تركيز، مش هو ده محمد عبد المنعم اللي كان موجود في الكاميرون، مش هو ده محمد عبد المنعم اللي جه بدا معانا، لا في بطء في التمرير ولغايه ما بتتقطع الكوره، مواقف واحد ضد واحد اللي كان فيها عامل تفوق كبير جدا 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 على اي مهاجم. للاسف الشديد مواقف واحد ضد واحد دلوقتي بتتاخد من محمد عبد المنعم، ودي حاجه يعني مستغربه. النقطه اللي حضرتك بتتكلم فيها تخلينا بقى نروح للمنتخب ونروح لكيروش، وهل ممكن يكون كيروش بيعاني من تذبذب مستوى اللعيبه، ولا اللعيبه مستواها متذبذب نظرا لتذبذب توجيهات كيروش نفسه؟ يعني هو يمكن كيروش الحقيقه عمل حاجات غريبه جدا في بدايه، هو عمل كل حاجه ممكن تتعمل الاول ما جه الحقيقه. يعني عارف يخلي الناس كل واحد يسيب اللي في ايده ويركز معاه. حقيقي يعني هو يمكن الحقيقه في بدايه عمله الحقيقه كان حته توظيف اللعيبه كان بيتعمل بشكل غريب جدا جدا جدا. اعتقد ان هو خد انتقاد من كل المتابعين لكره القدم، من كل الحقيقه الخبراء اللي موجودين، من كل المدربين الموجودين، حتى من الاتحاد، من اي حته الحقيقه. لكن ابتدى في الكاميرون الحقيقه ابتدى يظبط حته التوظيف، عشان كده يمكن الدنيا ظبطت نسبيا بعد الدنيا اتظبطت والاداء اتظبط الحقيقه وحققنا نتائج. يمكن احنا طبعا كنا بنطمح ان احنا نحصد البطوله او نحصل على البطوله، لكن الشكل كويس الحقيقه. يمكن انا بقول ان الفتره دي يعني ربنا يسهل واللعيبه الدوليين بتاعتنا ترجع لحالتها بسرعه لما نروح لاستعدادنا لمباراتين السنغال الحقيقه، لان في لعيبه كتيره جدا بقت عن مستواها. ما تفهمش هم بيبقوا بعيد عن مستواهم، ولا هو مستواهم بيتغير تلقائي لما بيلعبوا مع المنتخب عكس مشاركتهم مع الفرق اللي هم محترفين فيها؟ ولا ايه؟ لا ده الطبيعي ان انا النهارده مع الفرقه بتاعتي ده انا لازم ابقى قوي جدا 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 عشان لما اروح منتخب اواصل اداء القوي. لكن لو انا هم كلهم بيعملوا كده، ما عاملين اداء قوي جدا مع فرقهم، بس مع المنتخب ما بتلاقيش نفس القوه. يعني يمكن انا بقول ده طبيعي عشان الهارموني اللي زادت ما بينهم وبين فرقهم على حساب مشاركاتهم القليله مع المنتخب، فبالتالي ما فيش يعني يمكن دي بان يا كريم اللي انت بتقوله ده بان الحقيقه لما هم قعدوا فتره كبيره مع بعض في الكاميرون وفي بطوله العرب الحقيقه، لا المستوى ارتفع بشكل كبير جدا وحصل فيه تجانس. يعني حصل فيه تجانس في حته الاستحواذ، في حته التكتيك، في حته الربط في الثلث الهجومي الحقيقه، وبقى في وانتوهات ملحوظه طبعا في حاجات ابتدوا يربطوا مع بعض عشان الفتره. يمكن احنا كمان الحقيقه اللعيبه المصريه متعوده ان هم مباراتين بتبقى صعبه، لكن لما بيكون في معسكر كبير الحقيقه اذا كان بطوله افريقيا او بطوله فيها مده كبيره، لا المستوى بيرتفع بشكل كبير جدا جدا جدا. عموما احنا بنتمنى كل الخير، احنا مش عايزين غير ان احنا نشوف النادي الاهلي في احلى حالاته كما يستحق.
طبعا وكما يتماشى مع امكانيات لعبته. وبطبيعه الحال اكيد محتاجين جدا، مش بس نفسنا، احنا محتاجين نشوف منتخبنا في كاس عالم زي ما تعودنا نشوفه في ازمنه سابقه. اه طبعا يعني حقيقي، لان احنا دايما عندنا في كل جيل من اجيال المنتخب المصري عندنا عناصر حلوه وزي الفل، بس ما تفهمش ايه اللي بيحصل ساعات الحلاوه بتاعتهم دي بتتعطل لسبب او لاخر. فاحنا نتمنى ان احنا ان شاء الله الفتره الجايه كل اللي احنا متحفظين عليه طول الفتره اللي فاتت يتغير ان شاء الله باذن الله. وانا يعني كلنا امل ان احنا ان شاء الله باذن الله هنحسم صعودنا ان شاء الله باذن الله كنادي الاهلي. واعتقد كمان لا احنا كمان الفتره اللي جايه هنشوف كمان اداء اعلى من الاداء اللي حصل حقيقه في خلال الفتره اللي فاتت ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن وطبعا باذن كلنا الشعب المصري كله بنامل ان احنا نروح كاس عالم ان شاء الله بمباراتين السنغال. ده يوم المنى. اكيد ده يوم المنى. نورتنا يا كابتن رمضان، بنسعد كالعاده بوجود حضرتك معانا، بشكرك على وجودك جزيل الشكر. الله يخليك يا كريم. واسمحوا لنا يا حضرات هنطلع فاصل سريع، ولما نرجع بقى ان شاء الله نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده، وحوار حول موضوع في منتهى الاهميه، تقويه المناعه، والكلام هيكون مع الدكتوره دينا ابو السعود. خليكم معانا. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. الفقرة دي هنتكلم من خلالها عن موضوع أعتقد أنه أصبح من أهم الموضوعات على الإطلاق بالنسبة لكل واحد فينا، وخصوصا اللي مننا حريص على أنه يحافظ على جهازه المناعي. إحنا في وقت وفي زمن كثرت فيه الفيروسات والمتحورات، فبالتالي الجهاز المناعي أصبح ذو أهمية استثنائية. هو طبعا طول عمره مهم، لكن في الفترة دي بصفة خاصة أصبح أكيد بطبيعة الحال أكثر أهمية. وده الموضوع اللي هنتكلم مع حضراتكم فيه وبكل تفاصيله في وجود طبعا دكتورة دينا أبو السعود اللي منورانا. صباح الفل عليك. صباح الخير يا كريم. أخبارك إيه؟ كله الحمد حل؟ لله كله زي الفل يا رب، دايما في أحسن صحة وأحسن حال. ربنا يخليك، تسلم لي. زمن مليان فيروسات ومتحورات، فبالتالي أهمية الجهاز المناعي زادت جدا عند ناس كتير، بما فيهم الناس اللي ما كانتش عندها القدر الكافي من الوعي قبل كده. عايزين نتكلم بشكل عام وبعد كده ندخل في التفاصيل، ازاي الواحد يحافظ على صحته بشكل عام وجهازه المناعي بصفه خاصه. الواحد يحافظ على صحته انه اولا يبعد، يحاول يبعد عن التوتر العصبي. طول الوقت بقول التوتر العصبي والضغط النفسي اساس امراض كتيره جدا. المشاكل النفسيه بتتقلب بعد كده لامراض عضويه. لازم نشرب ميه كويس قوي، لازم ناكل اكل فيه فيتامينات ومعادن، ونبتعد عن مدمرات الصحه من السكريات الكتير. معدل السكر يبقى ليه مونيتور قوي جدا في اليوم، ما نزيدش عنه. الزيوت الزيوت الصفر المهدرجه اللي بنحمر بيها مره واثنين وثلاثه دي مصيبه. الزيت بيتحمر بيه مره واحده بس عشان ما نعملش على اكسده الخلايا. اكسده الخلايا يعني تعجيز الخلايا بدري بدري وموتها بدري بدري. ان احنا ننام كويس، ننام بالليل، الصبح ده للشغل، بالليل للنوم معروفه، عشان بالليل هو اللي بيعمل الجسم بيحصل له ديتوكسيفيكيشن وازاله السموم من الجسم، والتوليد الخلايا المناعيه بيبقى بالليل حاجات كتيره جدا جدا. ونمتنع عن التدخين او نقلل منه بقدر الامكان، ونمتنع عن الافراط في الكحوليات لو حد بياخد كحوليات. طبعا كل الحاجات دي مدمرات الصحه مليون في الميه. ده مهم قوي نعمله. والاكل بتاعنا عشان نحسن التمثيل الغذائي، التمثيل الغذائي مهم. طول ما في تمثيل غذائي في حياه، ما فيش تمثيل غذائي ما فيش حياه. التمثيل الغذائي مهم للنشاط والحركه جدا، لكن دي حاجه اسمها الطاقه عارفينها. في طاقات خفيه مهمه جدا ليها التمثيل، سرعه التمثيل الغذائي. الطاقات الخفيه، الطاقات الخفيه، التنفس، عايز سعرات حراريه. ناس كتير فاكره ان احنا بنتنفس كده سهل، ده دي معادلات وقصص. النمو بتاعنا محتاج تمثيل غذائي. ضبط الهرمونات في الجسم، دي كلها طاقات خفيه، احنا ما بنحسش بهرموناتنا، محتاجين تمثيل غذائي. معالجه الطعام، الناس فاكره ان احنا بناكل وبنهضم، دي حاجه صعبه جدا. موضوع هضم الطعام وامتصاصه وتخزينه، كل ده محتاجين فيه تمثيل غذائي. بالنسبه للمناعه بالاخص، لازم ندعم مناعتنا. المناعه هو خط الدفاع الاول لمحاربه اي فيروس موجود حوالينا. نقص المناعه هيحصل ان نخش في عدوات كتيره جدا. المناعه مهمه عشان نقدر ندافع
عن بجسمنا عن الفيروس والبكتيريا الانفكشن. مش لازم فيروس، ممكن مثلا بننزل ناكل من الشارع كتير، لو اكل مش نظيف بتلاقي على طول استجابه الجهاز المناعي، اول ما تاكل حاجه مش نظيفه بترجع، ده ان المناعه بتاعتك شغاله كويس. لو جالي فيروس انفكشن في الجهاز التنفسي هتلاقي بلغم، كح الكحه دي انت بتطرد البكتيريا وبتطرد الفيروس، بتطرد الجراثيم، البلغم او السنيزنج. الله، يعني دي وسائل دفاع ربانيه. كل دي وسائل دفاع ربانيه، فلازم ان احنا نعزز جهازنا المناعي يا كريم. اكيد اكيد. حلو. اكيد برضو من ضمن التفاصيل اللي حضرتك يعني ذكرتيها فكره الاكل الصحي، هل الاكل الصحي لوحده كفيل بان هو يمد الجسم بكل العناصر والمينرالز والفيتامينز اللي الجسم محتاجها، ولا بنحتاج مكملات غذائيه؟ الجسم بيحتاج للفيتامينات والمعادن يوميا. الاكل الصحي اعتقد طبعا انه مش كفايه، لان احنا ممكن يوم ناكل اكل صحي ويوم نفسنا تهفنا على الحاجات اللي احنا عارفينها. طب فين 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 الفيتامينات والمعادن في الحاجات اللي مش صحيه؟ فاعتقد ان مهم قوي ان احنا نمشي على مكملات غذائيه تركيزها معقوله، التركيز مش عاليه خالص، عشان اقدر امشي عليه اداعم جسمي. لو هتكلم في المناعه محتاجين فيتامين سي جدا، محتاجين فيتامين سي يوميا 1 جرام عشان اقوي جهاز المناعي، محتاجين الزنك، الزنك مهم جدا للمناعه، محتاجين نحاس مهم جدا، معدن النحاس للمناعه، محتاجين فيتامين بي 12 الكوبالامين عشان يعزز لي كرات الدم الحمراء. واعتقد كل اللي حضرتك تفضلتي بيه ويعني برضو كله موجود في الب مالتي فيت. كله موجود في الب مالتي فيت. الب مالتي فيت مكمل غذائي رائع، جودته عالية جدا ومرخص من هيئة سلامة الغذاء، والتركيز بتاعته لطيفة جدا، التركيز ولا بالنقصان ولا أي حاجة فيه عالية. موجود في كل الصيدليات طبعا، ده يديني أمان يا كريم أنه موجود في كل الصيدليات. ولازم أقول للسادة المشاهدين اللي بيتفرجوا دلوقتي أن دي العلبة بتاعت ألب مالتي فيت، العلبة نركز فيها أو نعمل نصورها عشان وإحنا في الصيدلية إحنا ما عندناش بديل. السعر رائع، السعر كويس جدا، كل العملاء مبسوطين جدا من السعر، حتى ما بياخدوش، والله ما بياخدوا علبه واحده، بياخدوا ستوك لما عرفوا ان السعر في متناول الجميع. لان الحقيقه الب مالتي فيت انا مش بقول ان هو للسيدات فقط، انا مش بقول ان هو للرجال فقط، عايزه اقول لك ان هو داعم جدا لصحه الرجل جدا. الرجل محتاج داعم للمناعه بتاعته جدا، داعم لنشاطه البدني، الرجال بتشتغل. هو الجهاز المناعي عند الراجل يختلف عن الست؟ يعني هل ليه متطلبات مختلفه لتدعيمه؟ لا، ولا لا. هو المبدا ثابت، هو المبدا ثابت. الليكوسايتس كرات والخلايا المناعيه والتي سيلز والحاجات دي كلها بتاعه المناعه ثابته مع الست والراجل. فالراجل مهم قوي ان هو يعرف يدعم نشاطه البدني. في رجال كتير بتشتغل بالعشر ساعات. في سواقين بيمشوا بالنقل ساعات طويله، محتاجين طول الوقت تركيز عشان لا قدر الله ما يبقاش في حوادث. بيدعم تركيزهم جدا، بيدعم المناعه، بيحسن الخصوبه بشكل ما، لان الزنك داعم للخصوبه والنحاس، وفيتامين اي داعم للخصوبه. حته التدعيم كمان التركيز دي مهمه جدا، حتى كمان للطلبه، يعني في طلبه كتير طبعا في مراحل تعليميه مختلفه، اغلبهم بيشتكوا من ان هم مش عارفين يركزوا، مش عارفين يحصلوا، يعني عمليه التحصيل صح نفسها اللي هم بيذاكروه عندهم مشاكل كتيره فيه. فاكيد برضو ده موضوع مفيد بالنسبه لي. ده موضوع مفيد، ودي اكيد حاجه طبيعيه بين الطلبه. انت عارف المواد، انا فاكره ايام الكليه كان بيبقى عندي 20 ماده بيبقى وضغط عصبي رهيب والامتحانات ده، فطبيعي ان احنا كنا وقتها لازم ننسى. فلازم اي طالب او طالبه بيتفرجوا علينا ان هم يستخدموا مكمل غذائي يحتوي على فيتامين بي 12، فيتامين بي 1 و 2 و 3 داعمين جدا للتركيز. يستخدموا مكمل غذائي يحتوي على فيتامين اي كضد اكسده، كمضاد للاكسده، عشان نمنع من اكسده الخلايا، وده بالتالي يزود لي التركيز. محتاجين فيتامين سي عشان يدعم لي الحديد. الحديد لما بنيجي ناكله للاسف المعده ما بتمتصش منه غير حاجه قليل جدا، 5% يمكن، مش فاكره بالظبط التركيز، بس حاجه قليله جدا. لان فرك وفرس، واحنا اللي بناكله فرس، وان هو ان المعده لازم تحوله لفرك، فمعادله بتبقى صعبه. محتاجين نقوي المعده عندنا، الزنك، المعده بتحب الزنك والنحاس جدا جدا، فمحتاجين ندعم المعده بتاعتنا.
ففيتامين سي بيقدر يعزز اكتر امتصاص الحديد، عشان احنا محتاجين طول الوقت حديد عشان الهيموجلوبين، عشان وصول الاكسجين للخلايا المخ، لان وانس ان انا بدات احس ان انا مش مركزه ممكن بيبقى احد اعراض نقص الاكسجين. فلازم ادعم فيتامين بي 12 وندعم الحديد بفيتامين سي وقصص طويله يعني. حلو. هل الواحد يعني لازم يعني المده اللي ممكن الواحد يعني يقعد فيها بياخد بشكل يومي هذا المكمل الغذائي، امتى ابتدي احس ان لا في حاجه اتحسنت؟ حتى لو انا مش عارف احط ايدي على اوجه التحسن، بس انا حاسس ان انا عموما صحتي احسن، وقت قد ايه تحس انك فريش كده مثلا؟ احساس الفريش ده احساس رائع الحقيقه. طبعا. او اهم حاجه ان انا استمر، مش هاخد قرص في الاسبوع، هاخد قرص كل يوم. واهم حاجه ان انا ما اعليش عن القرص، عشان ما بحبش الفيتامين استعلى في الجسم. لمده انا بالنسبه لمكمل غذائي طبعا الب مالتي فيت باخده لايف ستايل، لانه ليس دواء وانما هو بيكمل الفيتامينات اللي ناقصه. بس رد الفعل الملموس بقى يعني في خلال لو هتكلم عن النشاط وكده، هتلاقي في خلال 5-6 ايام انت نشاطك احسن. لو 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 بتعمل نشاط واحد في اليوم، لا انت قادر تعمل واحد واثنين وثلاثه. ستات بقى، عندنا ستات كتير، مش بس في ستات قاعده في البيت ما بتشتغلش. وانا بقول الست اللي قاعده في البيت قومي اتحركي في البيت، الحركه مهمه جدا. سيدات تانيين عاملات ومخلفين وبتروح البيت تشوف بيتها وتشوف جوزها وتشوف الاكل وتشوف الطلبات وتودي النادي، فمحتاجه طول اليوم تعرف تدير الطاقه طبعًا بتاعتها. طبعا الب مالتي فيت هيعرف يدير لها الطاقه. بالمناسبه طالما فتحنا باب الكلام عن السيدات عموما، المراه الحامل، المراه الحامل لازم تدعم نفسها وتدعم دمها، لان الحامل البيبي بياخد كل الفيتامينات اللي عندها. أوكي. لو حتى عندها نقص في الكالسيوم مش هيهمه، هيبتدي يسحب من عظمها، هي هتبقى في وهن شديد. طبعًا. لازم اي ست حامل من غير ما اتكلم بتمشي مع دكتور. ونفس الدوز برضو حبايه واحده في اليوم، ولا ممكن الوضع يختلف عشان هي حامل؟ هي حامل فالدوز حبايه، هو ملوش اعراض جانبيه خالص. أوكي. لكن بعد مثلا هو في فوليك اسيد، الفوليك اسيد مهم جدا لتدعيم الجنين والخلايا العصبيه وعدم التشوه الاجنبي. بالنسبه للكالسيوم، الب مالتي فيت يحتوي على 70 ملي جرام. ممكن بعد الشهر الرابع الدكتور يقول لها لا زودي الكالسيوم، لان ممكن تحتاج 1200 ملي جرام، وات ايفر الدكتور هيقول لها ايه النسبه. لكن هو امن، هو امن جدا. احتمال تحتاج كالسيوم اعلى بعد شهور معينه. أوكي. تقدر تستشير الطبيب. بالنسبه للاكتيتنج مادر او الام اللي بترضع، مقولة خاطئة، أنا خلاص خلفت أنا مش محتاجة فيتامينات، دي كارثة. أنت محتاجة فيتامينات زيك زي الست الحامل. أوكي. محتاجة أوميجا، تاكلي سمك كويس قوي، محتاجة يود. ده على صعيد الرضاعة ولا على صعيد رضاعة ترجع مرة تانية لكمل لياقتها؟ الاثنين، الرضاعة عشان الكالسيوم والحاجات دي، وإنها ترجع تستعيد عافيتها. محتاجه فيتامينات اكتر من البنت النورمال يعني. على ذكر الفيتامينات، على فكره اللي احنا شايفينه ده المفروض ان هو اعتقد بيوضح نقص بعض 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 اعراض نقص الفيتامينز في الجسم، من فيتامين اي، من فيتامين د، من فيتامين بي وسي. طبعا الاعراض زي ما احنا عارفين، ساعات نزول دم من اللثه، وخز الايد والرجل، وخز التنميل الاطراف. أوكي. شحوب البشره، تقصف الشعر، كل دي علامات على نقص الفيتامين. طبعا طبعا كلها علامات على نقص الفيتامينز. الوش البيل، الشعر المقصف، الوخز، ضيق التنفس. على فكره احيانا ضيق التنفس علامه من علامات نقص فيتامين بي 12، لان فيتامين بي 12 وضربات القلب السريعه بتبقى احيانا من نقص فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا لتكوين كرات الدم الحمراء، فداعم جدا للدم. لو فيتامين بي 12 نقص عندي، الاكسجين هينقص عندي. ده بيبان بقى من خلال تحليل مثلا صوره دم كامله، ولا صوره دم كامله اكثر تخصصا؟ صوره دم كامله مهمه جدا، لان انا بقول من احد الاسباب. احيانا بيبقى في نقص حديد، ده احنا بنبقى محتاجين حاجات فيها حديد، ده موضوع اخر. طب بمشي مع الدكتور. والنسب نفسها يعني، هل التحليل بيقول لي والله ان انا عندي نقص في الفيتامين الفلاني بنسبة كذا، ولا هو بيقول لك بس ان عندك نقص في الفيتامين؟ لا، النسب موجودة والريفرنس بيبقى موجود، والمفروض انت تبقى قريب من الريفرنس. الارقام بقى اللي موجودة والنسب دي، هل ممكن تستدعي في بعض الاحيان زيادة جرعة الفا مالتي فيت؟ الفا مالتي فيت تقدر وقتها. انا بتكلم على طول ان من غير استشارة طبيب
بمشي على قلب مالتي فيت قرص واحد مش محتاجه دكتور. لو في استدعاء او ديستراكشن رهيب ليفل تسال الدكتور هل قلب مالتي فيت اقدر اخده مرتين ثلاثه في اليوم ولا حضرتك تنصحني بايه؟ لكن انا بقول هو الطبيعي ان انا باخده كبسوله واحده. حلو. لو انا باخد حبايه كل يوم لمده مثلا زي سنين تمام، المحتوى بتاع كل حبايه دي مش بيتراكم بقى ولا هو الجسم بيمتصه اول باول؟ يعني احنا لو كل يوم مثلا نتخيل ان في النسبه الفلانيه من الفيتامين الفلاني، لو انا باخد الحبايه دي يوميا بعد ست شهور مثلا، النسبه دي ما بتبقاش متراكمه بتركب في بعض ولا بتمتص اول باول؟ لا، ما معظم الفيتامينات ووتر سوليبل، الاكسيد بينزل في البول. أوكي. فدي حاجه حلوه على فكره، يعني ما بتتخزنش بقى على كبد على كلى على كذا. لا اطلاقا اطلاقا، فده دي حاجه حلوه. بس عارفه انا بسالك ليه دينا على السؤال ده؟ لان بس طبعا من زاويه تانية، في ناس اللي هم الناس الرياضيين واللي بيروحوا الجيم و ساعات بتلاقي لهم، يعني في ناس بتحذرهم من ان انت خلي بالك المكمل الغذائي ده او المالتي فيتامين او ايا كان بقى اللي هم بياخدوه. أيوة. ده بيترسب على الكبد، بيترسب على الكبد، فده نتج عنه موروث كده طبعاً مش عارفين مدى صحته. دي بعض المكملات الغذائيه الاخرى يمكن تركيز عاليه جدا، مثلا الويت جينرز بصفه خاصه، انا بكلمك على الويت جينرز تحديدا. بس ممكن ده يحصل، بس مع الب مالتي فيت لا، لان الفيتامينات يعني اصلا يعني ما ينطبقش عليه نفس المبدا ده. لا موضوع تاني خالص. لا دي قصه. أوكي. اخر خالص. ولو ساعات بيبقى في مرض معين بنمشي على ادويه وبنحتاج فيتامين بنسبه عاليه جدا. ده الدكتور اللي بيقولها. زي مثلا هشاشه العظم مثلا وات ايفر بيحتاج، او فيتامين د عندي ناقص. احنا عندنا ناقص، والناس برضو اللي بيبقى عندها ناقص حديد غالبا بيكتب لها كميات. بس ده كورس بقى بيكتب كميات، ولازم الدكتور نوقف ما نكملش على الكميات العاليه دي. ده مهم. الدكتور مثلا يقول لك خدي كالسيوم 1200 جرام لمده شهر شهرين، وبعدين امشي على كالسيوم طبيعي 70 ملي جرام زي الب مالتي فيت. وفيتامين د اللي عندها نقص رهيب في فيتامين د، الدكتور بيكتب لها كورس تاخد 5000 10000 في اليوم، او زي ما الدكتور يقول لها حقنه 100 وحده فيتامين د. ده كورس بيتاخد وقت لما بيبقى فيه ديستراكشن رهيب. أوكي. وبعد كده نقدر نمشي على المكملات الغذائيه اللي تركيزها بسيطه. طيب شويه اسئله بقى من المشاهدين مش من عندنا. سؤال من الاستاذ مدحت علي، بيقول بيصبح طبعا علينا وعلى كل اسره البرنامج، صباح الفل عليك يا استاذ مدحت. بيقول كنت عايز اعرف هل التقرحات اللي بتحدث في الفم او التشققات اللي بتكون في زوايا الفم، هل دي ليها علاقه بنقص الفيتامين؟ احيانا طبعا، زي فيتامين سي اكيد، وزي فيتامين بي 12. ده انا بتكلم لو ما عنديش هيربس او ما عنديش فانجل انفكشن محتاجه. أوكي. حاجه انتي فانجل او كده، نقدر نستخدم الب مالتي فيت هيحسن التشققات اللي موجوده في بس هو يفضل يروح يكشف الاول يشوف ده سببه ايه. طبعا. تمام. طيب شيرين يحيى بتقول هل قشر الشعر وتقصف الشعر ممكن يكون سببه نقص في الفيتامينز، وهل مالتي فيت مناسب للحاله دي ولا لا؟ بعد الدراسات الطبيه عملت ابحاث على فيتامين بي 12، وقال لك نقص فيتامين بي 12 بيعرض فروه الراس للالتهاب وقشر الشعر، فنقدر نستخدم الب مالتي فيت ممكن يحسن جدا قشر الشعر لانه بيحتوي على فيتامين بي 12. اول مره اعرف ان موضوع قشر الشعر ده ليه علاقه بالفيتامين. بعد الدراسات قالت ده، بعد الدراسات الطبيه. لكن الكم الاكبر بيقول ان سبب قشر الشعر بيكون ايه؟ فانجل انفكشن، التهاب في فروة الراس والحاجات دي طبعا. أوكي. طبعا احنا شايفين يمكن كمان على الشاشه يا كريم الكبسوله، بيشرح لنا الكبسوله لما نزلت المعده كان فيها كل الفيتامينات دي زي الزنك، الكالسيوم، النحاس، زي فيتامين بي 12، الكوبالامين، زي الفوليك اسيد، البيوتين، وفيتامين بي 1 و2 و3 و5 و6 داخل الب مالتي فيت. هنا بيقول لك المميزات بتاعه هذا المكمل الغذائي الرائع الب مالتي فيت، انه داعم جدا للمناعه وداعم للطاقه لانه بيحتوي على فيتامين بي 12 ويحتوي على مزيج من الزنك الزنك والنحاس، فالاثنين بيكملوا بعض. الزنك بيكمل شغل النحاس والنحاس بيكمل شغل الزنك، داعم للطاقه جدا، بيقوي الضوافر، بيقوي صحه البشره والشعر، وداعم للتمثيل الغذائي لاحتوائه على فيتامين بي كومبلكس بكل مشتقاته. جميل. طيب اخيرا وليس اخرا سؤال من نور محمد، بتقول في وقت الدوره الشهريه بحس ان عظمي كله
عظم جسمي كله وجعني، فهل ده طبيعي؟ طبيعي، يعني لما الوجع محتمل شويه طبيعي طبعا. وقت الدوره بيبقى فيه تغيير في الهرمونز، الهرمون الامبالانس بيعمل وجع شويه في العضل. والمالتي فيتامينز عموما من شانها ان هي تبالانس شويه الحكايه، بالانس، لان في كالسيوم مهم جدا للعضل، وفي فيتامين بي 12 انه يعوض الدم الفقد وقت الدوره الشهريه. اوكي، طيب هل في اي نصيحه عامه تحبي نختم بيها فقرتنا دي وحلقتنا النهارده، تحبي تقوليها للناس اللي بيتابعونا؟ نصيحه عامه، على طول لازم نبقى بوزيتيف، يعني على طول نحاول ان احنا ما نبقاش نيجاتيف، دي حاجه مهمه. لازم نبقى عندنا نشاط، ولازم يبقى عندنا مناعه قويه، ولازم نبقى عارفين احنا بناخد ايه من المكملات الغذائيه. لازم المكمل الغذائي يبقى مرخص، وحاجه لطيفه جدا ان المكمل الغذائي اخده من الصيدليه، وان الصحه لا تعوض. ومهم اقول ان لازم نفرق بين الدواء وبين المكمل الغذائي، دي حاجه مهمه جدا عشان الناس ما يحصلهاش ميس اندرستاندينج. الدواء هو العلاج لاي مرض، المكمل الغذائي لا يتعارض مع اي ادويه من الدكتور بيكتبها. ممكن يكون مدعم للعلاج، مدعم طبعا، بس مش هو علاج في حد ذاته. لا، هو ليس بديل لاي دواء اطلاقا ايا كان هذا المكمل الغذائي. جميل، نورتينا كالعاده، نشكرك على وجودك معانا ونشوفك على خير ان شاء الله. وكل الشكر لحضراتكم على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. باذن الله يتجدد اللقاء في يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.